لقضاء حوائجكم واستجابة دعائكم وتقبل أعمالكم وتعجيل الفرج لولي الله الأعظم، أطروا مجالسكم وطيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا يا صريع الدمعة الساكبة، وقرينا المصيبة صلى الله على الشفاء الذائلات والأجساد المرملات والرؤوس المشالات، وجهت سلامي إلى وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك، روحي وما ملكت يميني وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء، يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء، ما خاب من تمسك أمن والله من لجا والتجا إليكم، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كفاني
ظنان أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها فأغضبت الله وأرضت بذلك شيطانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها كأن المنية كانت لدي فتاة تواصل خلصانها فبات بها تحت ليل الكفاح طوبا نقيبة جذلانها وأصبح مشتجر للرمح وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه حرانا أفيرا أفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها تريب المحيا تريب المحيا تضم السماء بأن على الأرض كيوانها غريبا يا أبا عبد الله غريبا غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانا جاء خبر عن نجي طف الغاذرية يقولون عندك فتة وجبت السجية يقولون عندك ما بقى شيخ ولا شاب حتى رضي أحسن قلبا من العطش ذاب وبساعة واحدة راس بنت مرتضى شاب من بعد عزها لبست ثياب الرزية أخبار عنك وصلت ما تشرح
وارتفع راسك بعسان، وضلوع صدرات كسرت بالأعوجية. يقولون في ساعة استفاف الدماء جسام، وصارت عليه شلون ضج وسطي الخيام، ومن شافت رمل الحزين مطبر الهام، صاحت يا يما شل عرس لك شر علي. يقولون ايش يقولون؟ يقولون الاكبر قطعوا جملة وصالين، وحسين من عظم البلد ما قدر شاله، من وصل صوتي العقيل اندهش باله، واحتار يبقى لا يريد للهاشمية. وويله يقولون عباس ذبح صوب الشريعة. يلا نعم. يقولون عباس ذبح صوب وحسين، ظل يبكي على جفوف القطيعة، وضاعت عقب عين الوديعة شلون ضاعت، وصبن على ذا تركبت فوق المطية. يقولون عين البطل راحت لجل ما تشوف، جسم ابو اليم حسين يتبلى بالسيوف، وام الخضر والصان تتستر بالجفوف، وعلا تسد بعين عين اخت الزكية. ويلي 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 زم قلبك عاد. أخبار عنك وصلت يا علي يا علي. نلام من بعض الإخوة، نلام، لكن الصادق يقول حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. جاءنا خبر يا غادري يا صعب ينقال، صعب ينقال. جانا خبر يا غادري يا صعب ينقال، قال والظالم صعد صدر الوالي
صحنا عجيبة بكربلة ما صار زلزال وحسين بتروع على صدر دعية لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما ليس هناك في تاريخ الثناءات كلها أو في تاريخ الامتيازات كلها ثناء كهذا الثناء أو امتياز يماثل هذا الامتياز. المؤبن في الفقرة هذا رجال كل نظيرهم رجال اصطفتهم السماء من عالم اللوح والقدرة والقلم أنصارا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. أفضل معسكر في كل المعسكرات وهذا المعسكر الذي كان مع الحسين عليه السلام في طف كربلاء من عام 61 هجرية. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. الرقم الذي كان معهم ليلة عاشوراء ليس كالرقم الذي احتدنا من الإخوة الخطباء دام عزهم التليد أن يذكروه لنا 72 رجلا، لا، كان مع الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء أكثر من 1500 رجلا أكثر، ولكن من بعد الغربلة والفلترة اتخطب الحسين فيهم قائلا لهم هذا الليل قد غشيكم جبلا فاتخذوه جملا. من بين التلعات والأكمات غادر الكثير. لماذا غادروا؟ لأنهم أدركوا النتيجة، لأن الحسين عليه السلام أوقفهم عليها، أنني غدا أخسر هذا الصراع وهذه الحرب عسكرية ليست في صالحي، أنا ومن معي نقتل في ظرف ساعة من نهار غد، أعانق التراب أنا ومن معي، فمن أحب البقاء معي فليبقى. فلذلك من بعض خطبه عليه السلام، يعني فقرة من فقرات خطبه المبارك عليه السلام، قال: والقوم ليس لهم طلب غيري، ولو قتلوكم ما اكتفوا بذلك أو لم يقنعوا بذلك، القوم غايتهم أنا، هدفهم أنا، ولو كنت في جحر هام من هوام الأرض
فاستخرجوني منها وقتلوني، وربما لو أقتل قبلكم تسرحون، وربما صكوك العفو من الكوفة تغدق عليكم عندما تقادون وسارة إلى قصر الكوفة هناك. الغاية أنا، الهدف أنا. فلذلك المشكلة يا إخوان ولا أطيل، المشكلة لو انصرف هؤلاء إلى البيوت أو إلى أريافهم أو قراهم أو وظائفهم لقلنا أنهم ما أرادوا الدخول في هذا الصراع. الحسين عليه السلام وضع شرطاً قال: من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبنا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. أنت ابتعد عن الساحة، الأهم أنك لا أنه لا يقرع سمعك استغاثته واستصراخه، لا ذنب عليك ولا تبع هذه الأولى، لكن أن تكون بالقرب منه وتسمع واعيته واستصراخه واستغاثته ولا تجبه. فلذلك هؤلاء أين غادروا؟ لم يغادروا من كربلاء إلى البيوت أو إلى الأرياف أو إلى المزارع والوظائف، إنما إلى ماذا؟ إلى المعسكر الأقرب، انضموا إلى معسكر عبيد الله بن زياد. هنا احنا عندنا رواية أيها الإخوة تقول، الرواية التي عليها المدار وهي مشهورة من بين كل الروايات هي رواية 30,000. هي 30,000 شنو؟ هي أول دفعة وصلت إلى كربلاء، أول دفعة 30,000. ثم جاءت من بعد هذه الدفعة إلى أن وصل العدد في كربلاء لا يحصى. الدمستاني يقول: فأطلتهم جنود كالجراد المنتشر. آخر يقول: وطل وحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها بجمع من الأرض سد الفروج وغطى الوجود وغطانها. هناك صورة أقرب من الصورتين السالفتين. قال: ملء القفار على ابن فاطمة جند وملء قلوبهم دحلوا بجحافل بالطف أولها وأخيرها في الشام متصل. هناك أبلغ صورة، أبلغ من هذه الصور الثلاث. ما هي؟ واحد أديب يخاطب الإمام الحجة: تعالوا يا أخوان قدام، ليش جالسين هنا؟ موجود ساحة. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. أحد الأدباء يخاطب الإمام الحجة عليه السلام يقول له: يعني جند الحجة كم عدده؟ 313 رجل. هذه الأولى. هذا واحد أديب يخاطب الحجة يقول له: هب أن جندك معدود، هب أن جندك معدود،
وجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له أدب. لاقى بسبعين جيشا ما له عدد، يعني مو 30,000 و70,000 و120,000. زين يا أبا عبد الله، أنت كال يعني هذا تعبير يعني أدرني فيه بس يستخدمون المقرم، وكان عليه السلام هو ومن معه كالشعرة السوداء أو البيضاء في الكبش الأملح، التعبير كالشعرة البيضاء في الكبش الأملح. غادر كربلاء أقرب الأمصار لك هي الكوفة، وباب القصر مشرعا، وتستقبل بالورود والرياحين عند البوابة الرئيسية، والبريد يسبقك أن الحسين قد أقبل، فما هي إلا كف تضعها يا أبا عبد الله في كف أمير القصر هناك في الكوفة، وانتهي لها الموضوع كله. قال فأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع. فلذلك بأبي وأمي الذي قوى من هو عزيمته أقوى من الكول، بس بعد أكو عزائم كانت مع الحسين عليه السلام مجتمعة قوت عزيمته، عاد اللولا. قال ومنها، فلذلك هو عليه السلام وصفهم للحوراء زينب، قال رأيتهم يستأنسون بالموت دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه. ومنهم من معذرة يا عائلة المتروك عزة، منهم ابنه علي الأكبر، الولد ما يحتاج تعطيك شمائله صورة فوتوغرافية ولا أن يرسمه لك رساما باعرا على لوحة، يكفي وصف الحسين له. الحسين يصف ولده يقول وإذا اشتقنا للنظر إلى رسول الله نظرنا إلى علي أشبه الناس خلقا وخلقا منطقا وجمالا برسول الله. يقول لأبوه أبتا لما حوقلت واسترجاع، قال بني عندي راكع أو طاف بي. طيب قال لي إن القوم يسيرون والمنايا تسير معهم، قال أولسنا على الحق؟ قال بلى. والذي إليه مصير العباد، قال إذا لا نبالي بالموت. وقع علينا أم وقعنا عليه. لما هذا ولد يكون هكذا هو ماذا؟ تلك هي أنشودته. هذا شنو يقول؟ إذا أنا ولدي هكذا. يقول أبويا تعال إحنا عندنا حريم وأطفال، أبويا أتورطنا، ما لنا إحنا بهالقتل هذا. كل أبويا شوف لنا طريق غير الطريق، أنا في مقتبل العمر والسجاد أخويا وعمتي زينب وأمي، شنو تورطنا؟ لا، قال لا نبالي بالموت. وقع علينا أم وقع علينا تقول زينب، وكنت بينهما فرأيت الحسين قد ابتسم. ولد مو مثل الأولاد. فلذلك هي دائما أذكرها يا إخوان، يقولون أنه نصراني طرق باب الحسين في المدينة
استأذن عليه. قال يا أبا عبد الله لقد رأيت جدك النبي في منامي، شفت رسول الله ومعه المسيح، وأسلمت على يدي رسول الله بأمر من المسيح. فقال له الحسين شفت جدي؟ قال له. قام الحسين ومضى إلى ولاد الأكبر جابه. يقولون يا موالي علي الأكبر حتى إذا بلغ 14 من عمره كان مقنعا. الأول الأولاد من جمالهم المفرط، المفرط يقنعونهم. أيوة. حتى واحد من أبناء الإمام الحسن عليه السلام يقالوا له المبرقع. مبرقع يعني بلبسين برقع من جمال خوف عليه من الحسد. فجاب الحسين كل يوم شاف النصراني فزله، قام له قال ما أشبه هذا برسول الله؟ مشكلة احنا ما ندري بالمنايا، المنايا ما ندري بها، أهل البيت يدرون بالمنايا، احنا ما ندري بالمنايا. فبالله عليك لو تدري فلان من الناس بسم الله عليك سوف يموت تفارقه؟ لا تفارق. قال للحسين لو كان عندك كهذا الولد ورأيته عثيرا أمامك يفحص برجله قال لأموت عنده. يا قال لو أشوف عفير، هذا عندي ولد مثل هذا وأشوف عفير أموت عنده قبل لا يموت أموت قبل. قال له الحسن إما أنا فأراه عفيرا. يفحص برجلين. فلذلك يوم راح للحسين شلون راح؟ أنا خادمك فديت عمرك، كنت الأول لما أقرأ ما أتصور، بس يوم رحت كربلاء كنت أتصور لما أقرأ أي مصيبة الآن أشوفها بكربلاء قدامها. كل حسين شال من وين؟ والله لو تشوف في مقام في كربلاء سألت عنه أنا كبار العلماء هل هذا المقام صحيح؟ قال بلا صحيح، وأكو كتب تاريخية تثبت أن هذا المقام في كربلاء صحيح، المقام الذي وقع فيه الأكبر. شلون الحسين شال هالولد؟ عمي أخوي أنت ولدك اسم الله عليك يتصوب ينجرح تشيله بالسيارة، أما تعرف حتى تسوق؟ يقول متى وصل المستشفى يداوونه؟ طول الطريق انت خايف عليه ان ينزف اكثر، لولا هذا الحسين شايل لنا مقطع. سعد الله تبارك. لكن يا موالي رجع لما لولا؟ احنا المهبل هنا لم يرجع لما امه ما شاء، كان هذا جابوه قتل أمه وطلعت مفرع الراس شاقة جيب، هذا ما شاف أمه. لا أمه شافته. صعبة صعبة أن الأم ترى ولدها، خصوصا إذا قتل قتل شنيعة، قتل هذه شنيعة تأديها. اي أيوة والله والله قبل قبل ما كان اقصر عمره وكلا تكون كواكب اسحاري جاء
مو المفروض، مفروض إذكم فاتحين مالتها يباركوا لكم الدنيا. شوف الدنيا شوف، مفروض الإنسان فاتح لماتم وهالعالم جاي يباركوا لكم وميلاد وزهوة والله يترحم، مو جايين إلى ولد راح إلى ولد راح. يا ابن الشجر للعم جات لمسا يدك، ما تم مليان ما تم مليان. هاي الحسين والله الذي يضمد الجراح الحسين، اللي يخلي البلسم على الجراح. من هو؟ من هو؟ حسين فقد. أعطيك رواية تخليك تساعد، رواية إذا سمعتها بتساعد. تقول: سكينة خرجنا مع أبي الحسين في ليلة ذات برق ورعد، وأبوي على حصانه، برقت السماء، شفت الريح تلعب بكريمة أبوي، لكن زعيم القائد على فرسه، بس كانت كريمته سواد وبياض. لكن يوم جاء أبوي علي، يا أبوي علي للخيمة وأسنده إلى صدره، شفت كريمة أبوي كلها بلا. يا بابوي يا ابن الشجر للعم جات ليس عينك، ولا حزينة ترتجي ما يسات من أكبر أكبر ينور. على الشبع يا ابن الشجر للعم جات لسا يناك، أكبر أكبر ينور يا معطر الله. ويلي 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 يوم العزيز، يوم العزيز أمه موجودة؟ موجودة أمه؟ قوم العزيز أمه بعينه يا لالا، عن حرة الرمضة المدلل المدلل يوم أكبر أكبر.
يصيحون على أهل تلعد دبي براسه تلعد دبي براسه وتصيح يا لأرض المدينة يا عزيزي من يواد الخطيب البارع الحاج ملا أحمد بن خميس من خطباء الأحساء الكبار، كان صديقا للشيخ الرئيس رحمه الله، يزوره دائما، جاب لنا قضية من أغرب القضايا. يقول أنا كنت صغيرا أخذني أبي إلى حسينية بالهفوف، يقول ليلة زواج أحد الشبان، والده رجل دين كبير، وكنت صغيرا ودخلنا وعالم بالحسينية والشيخ واقف يضيف الناس. شوية جت طفلة صغيرة قالت عمو الشيخ الأهل يريدونه، زجرها قال له روحي أنا مشغول. رجعت لقالت لي يريدونك الأهل، راح لزوجته قال لي خافي الله عندي ضيوف. وعالم بالحسينية قالت له تعال، دخلت الفرشة واللي اداك الولد على الفرشة بشتة وعقالة وغترته ونايم. قال لها اللي نايم ولد خلي يقوم. قالت له ولد ميت. شوف شوف شنو تعلمنا كربلة، شوف كربلة شنو تعلم، يطالع الولد وطالع حق. قال ما جاز شعرك، ما شاق جيبك. قالت الأب لك ضناي أحسن من علي الأكبر أو من جسر. روح شوف الناس، جاء ووقف وقف على المنبر قال يا جماعة الخير انصرفوا إلى بيوتكم، باكر شرفونا تعالوا صفوا الولد. قال شيخنا شلون تزف باكر زفاف ليلى زفوا الناس بالليل المعاريس. قال لا باكر يجون يشيلوا النعشة. ويلي 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 للا ما بجعل يا ابني ادركوا وشوف ابوك حسين ظن واحده يبكي على كل دمعه تجري على اكبر اكبر يا ما اسمه هذا السعيد؟ اسمه محمد. احنا الان نسميه علي حتى نجيب على هالبيته. قام اقبل الحسين وجر علي جثى على ركبته بطحه خلى علي الاكبر قدامه وجلس الحسين متوسط علي الاكبر جاثى على ركبته علي راح يا زينب علي راح علي 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 راح علي راح
من سمع يمك ونهلك ومن شبحان لعند المار عينك هاي محمد إلى العشرين وحاتفني على هيك الدغر لك شر وأحسن كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر من شاء بعدك فليموت فعلى كنت حاضر أبغي أقرأ إلى أصدقاء وربعة وذول اللي يحبونا لو عد فاضل لا عد فاضل الأخوة فضلك يا خولك زاد ما شفت أنا في الأخوة قطعوا العداء ذرعانا وشال العلا لكن أنا أكو شبه مقارنة أكو شبه الوحيد اللي ما جاب الإحسان أبو فاضل يعني ما رجع لزينب وما رجع للخيار فلذاك تحسرت على زينب أعطيك رواية رواية مع احترامي للمشايخ الأساتذة الأعزاء يقول صنع الحسين وداعا لأبي الفضل طلع النسوان والبنيات وحففنا حوله إلا زينب نهو إياهم فقال لسكينة أين زينب وين عمك قالت كرهت أن تودعك راح لها الخيمة وقف خلفها وقف خلفها حضن عمد الخيمة بمشي أبا أروح قالت تتيسر يا أخوي زين طالعيني قالت ما أقدر أطالعك 34 سنة ما طالعتني ما حطيت عينك بعيني اليوم يوم بتروح من عندي أطالعك يلا عاد ان شاء الله ما جاف الدمعات شلون يا ابن تقل ما جبت عباس لنا أول تالي يا أخويا المال صارك شاب
علينا حيث يا شايل حنمة بالفضل راح المدينة أعطيك بيتي سكن خاطر أسكن خاطرك ببيت أسكن خاطرك ببيت خوي شقولا اللي ناشدني من الناس شقولا ناشدني من الناس أخوك حسين وين وين عباس أقول لهم يا خناس أخويا تركني ذليلا مهبي طراس إلى روحي الطيبة وأرواح شهدائنا وخدمة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.